أكد وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في موقف ثابت وواضح على ضرورة التزام النظام القطري بمطالبها كشريطة لبدء حوار مع النظام في الدوحة بهدف حل الأزمة. جاء ذلك خلال خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شددوا خلالها على ضرورة وقف دعم الإرهاب القطري. ألم يأن للنظام في قطر أن يعي حجم مسؤولياته؟ ألم يأن له أن يصحو من غفلته وينظر في عين الحقيقة مدى بشاعة ما اقترفته يداه؟ أسئلة من روح خطابات وزراء الخارجية للدول الداعية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دحضوا فيها جميع افتراءات النظام القطري في موقف واحد وثابت حجم دور قطر وبين مدى دعمها للجماعات المتطرفة في ظل تباكيها أمام الكاميرات الغربية بأنها تخضع لحصار وأن سيادتها تنتهك. فقد أكد معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على ضرورة ردع كل من يدعم ويمول الإرهاب من كيانات وأفراد، وأنه لم يعد ممكنا قبول وجود دول مارقة تنشر الكراهية والفوضى. لم يعد مقبولا اليوم أن يكون بيننا دول مارقة تقوم باحتلال الأراضي وتتعدى على سيادة الدول وتهدد الأمن والسلم الدوليين وتدعم التطرف والإرهاب وتنشر الكراهية والفوضى، ولا يمكن أن يسمح لهذه الدول بأن تكون طرفاً في جهود إنهاء الصراعات وحل النزاعات وتسوية الخلافات وإنهاء المآسي الإنسانية المعقدة التي كانت هي سبباً في تفاقمها. موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تجاه النظام القطري موقف صريح وواضح، فقد قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن دعم قطر للإرهاب ساهم في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مذكرا الدوحة بتعهداتها في اتفاق الرياض مطالبا إياها أن تلتزم بها. جاء موقفنا حازما إلى جانب أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ضد السياسات القطرية، وذلك بعد أن استفعل الأمر وأصبح يهدد أمن دولنا. إن الموقف الذي اتخذته الدول الأربعة يطالب قطر بكل وضوح الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014، وهي مطالب مشروع. أما وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد فقد أكد أن المسؤولية الأهم هي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال إيقاف الإرهاب القطري. اتخذت دولة الإمارات مع كل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والمملكة البحرينية تدابير تهدف إلى وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب ودفعها لتغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. لا خيار اليوم إلا أن يتوجه النظام القطري إلى حضنه الخليجي وأن يلتزم بتعهداته التي وقع عليها أمير قطر في الرياض، وأن يكف يده عن دعم الإخوان المسلمين وغيرهم من الإرهابيين.